السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا. في البداية اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بانعقاد هذا المؤتمر الهام الذي يضم شخصيات من أفضل النخب العربية السياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية، المؤمنين والمهمومين بحال أمتنا وسبل نهضتها وتقدمها. أيها الأعزاء، على الرغم من عدم تمكني من السفر إلى إسطنبول لحضور هذا المؤتمر الهام معكم، للأسف لظروف قاهرة، إلا أنه لفخر كبير لي أن أكون جزءا من الإعداد لهذا اللقاء الكبير الذي يتلمس المستقبل العربي، المستقبل الذي لا ينبغي أبدا أن يشبه الماضي أو الحاضر، الذين يتحكم في كثير من تفاصيلهما قوى الثورة المضادة من ميليشيات متطرفة وعسكر وعائلات مستبدة تحتكر السلطة والثروة وتمارس الإرهاب ضد المجتمع بدرجة أولى، وتعمل على تحويل الشعوب العربية إلى أشخاص مسلوبي الإرادة لا يقدرون حتى على الحلم فضلا عن البوح به أو ممارسة أي شكل من أشكال التعبير وإثبات الذات. الأصدقاء الأعزاء، مع نهاية 2010 وبداية 2011 بدأ الربيع العربي بشق طريقه من تونس حتى مصر واليمن وليبيا وسوريا. كان مشهدا مهيبا دفع العالم لاكتشافنا من جديد، فعلى مدى عقود طويلة كان يتم النظر إلى المنطقة العربية بأنها عصية على التغيير وأنها غير قادرة على بناء ديمقراطيات جادة وناجحة، وظهرت في الغرب أطروحات كثيرة تناقش العلاقة بين العرب والديمقراطية، العلاقة بين الإسلام والديمقراطية، وهل الإسلام بطبيعته يقف ضد الديمقراطية؟ وهل ثقافة المجتمعات العربية تعد إحدى كوابح الحرية وإحدى عوائق الانتقال الديمقراطي؟ لكن أتت ثورات الربيع العربي وأطاحت بتلك الأطروحات التي كانت تسعى لتنميط شعوب المنطقة العربية ووصفها بشعوب تملك جينات التخلف والعجز ومعاداة القيم المدنية العالمية كالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وعدم اضطهاد النساء. لقد أثبت الربيع العربي أن شعوب منطقتنا يتوقون للحرية ولبناء دول تقوم على أساس المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان والنزاهة ومحاسبة الحكام. لقد برهن الربيع العربي على ذلك بتبنيه الخيارات الديمقراطية بما في ذلك الانتخابات وبناء التوافقات بين قوى المجتمع السياسية والمجتمعية وتقديم خطاب التسامح على ما سواه، وهو الأمر الذي أثار امتعاض البعض وخوف البعض الآخر. وبالتقاء فريق الممتعضين وفريق الخائفين من الديمقراطية بدأت مرحلة الثورة المضادة التي استخدمت المال والنفوذ والقوة الهمجية والدعم الخارجي والتواطؤ الخارجي لمنع أي تطور حقيقي في المنطقة، مصممة على إثبات أن الديمقراطية والحريات لا يصلحان للعرب وأن العرب لا يصلحون لهما. طبعا هنا من المناسب أن أشير إلى الدور البائس وغير المشرف للحكومات الغربية الذي كان داعما للانقلاب على الديمقراطية. لقد تحدث الغرب طويلا عن أهمية الديمقراطية، وعندما حانت ساعة الحقيقة وقف إلى جانب أعداء الديمقراطية. يمكننا القول أن الغرب قد تحول في نظر كثير من الشعوب العربية إلى مقاول يمارس الخداع والتجارة الحرام.
لذلك عندما يتحدث أي مسؤول غربي عن ضرورة احترام حقوق الإنسان في هذا البلد العربي أو ذاك، غالبا ما يبدأ المستمعون في نوبات ضحك لا تنتهي. إخوتي وأخواتي، إن المستقبل الذي لا يتضمن المواطنة وسيادة القانون وتداول السلم للسلطة والحريات وحقوق الإنسان لم يعد يقبل به أحد، ونحن لسنا استثناء، بل نحن قادرون على صناعة مواطنة متساوية، وعلى صناعة التداول السلمي للسلطة، وعلى كفالة الحقوق والحريات كاملة. نحن قادرون على إعادة الكرة من جديد وإسقاط الاستبداد بكل مستوياته وأنواعه. نحن هنا اليوم في هذا المؤتمر الهام، نحن هنا اليوم في هذا المؤتمر لنؤكد إيماننا الثابت واعتقادنا المطلق بأن الشعب وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها عبر انتخابات حرة، وما عدا ذلك فهو ضرب من ضروب اغتصاب السلطة، ومن الخزي والعار والقبح أن يستمر في عالم اليوم. نحن هنا اليوم لنتعهد بمكافحة الاستبداد، بمناهضته في كفاح أخلاقي ووطني وإنساني مقدس ومستمر لا يسبقه شيء ولا يعلو عليه شيء، حتى نعبر بشعوبنا وأمتنا إلى ضفاف الحرية والكرامة والرفاه. نحن هنا اليوم لنؤكد على سلمية نضالنا الواجب والمستحق، وعلى أن الكفاح السلمي من أجل إحداث التغيير المنشود هو خيارنا الاستراتيجي الذي لا ارتداد ولا رجعة عنه، وأن اللجوء إلى العنف من أجل التغيير عن المطالب بنفس القدر الذي يمثل إدانة للأنظمة المستبدة التي أوصلت البلاد إلى حالة من الفشل والانسداد السياسي إلى مستوى لم يعد بإمكان الناس تحمله أو التعايش معه، إلا أنه ينال أيضا من عدالة قضيتنا وينطوي على كوارث حقيقية لا يسفر عن تطور سياسي خلاق، بالإضافة إلى أنه أقل جدوى وأعظم كلفة. نحن هنا اليوم لنجدد تأكيدنا وإيماننا العميق بأن المواطنة المتساوية هي أساس الانتماء، وأن الدولة المواطنين لا الرعاية هي الغاية النهائية لكفاحنا ومنتهى أحلامنا التي نصر على بلوغها مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات على درب كفاحنا السلمي العظيم. نعلم مسبقاً أن هذا الدرب مليء بالأشواك وليس مفروشا بالورود، وأيا كانت الكلفة فهي مستحقة، تلك هي ضريبة الحرية التي لا تأتي منحة ولا هبة من أحد. أيها الأصدقاء، أيتها الأخوات والإخوة، أثق أننا نتشارك ذات القناعة والإيمان أن الربيع العربي مثل ذروة كفاح أمتنا ضد الاستبداد، وكان تعبيرا عن ضيق الشباب العربي بدولة الفساد والفشل والمحسوبية، وتعبيرا عن رفضهم لدولة الفرد والعائلة، وتطلعهم لدولة المواطنة المتساوية الضامنة للحقوق الكافلة للحريات والعدالة الاجتماعية. وبرغم كل مؤامرات الثورة المضادة وحلفائها الإقليميين والدوليين وما أحدثته من كوارث وفظائع بغرض كبح عدوى انتقال الربيع العربي في محاولة منهم لإثبات أن تلك الكوارث كانت نتيجة لتطلعات الشعوب ومطالباتهم بتغيير أنظمة الاستبداد والفشل، وهي طريقة للقول ومحاولة لإقناعنا ببقاء هذه الأنظمة المستبدة
لكن عليهم أن يعلموا أنه كلما كان هناك استبداد سياسي وفشل عام، كلما كانت هناك دولة الفرد والعائلة، فسيكون هناك ربيع عربي وسيتجدد عبر أشكال وصنوف شتى وعبر كرات وكرات وموجات وموجات. في هذا السياق دعونا من هذا المنبر، دعونا نحيي حراك الجزائر وانتفاضة السودان اللذان دشنا جولة جديدة من كفاح شعوبنا نحو الحرية. وطووا أحلام وأوهام الثورات المضادة وداعميها التي ظنت، وبعض الظن إثم، أنها قد نجحت في تخويف الشعوب من أي مطالبات بالتغيير ومن أي كفاح للانعتاق من حياة المهانة والحرمان والاستعباد. نثق بانتصار حراك الجزائر ليس فقط بإسقاط العهدة الخامسة، بل معها أيضا الشلة الفاسدة والمافيا الحاكمة. نؤمن بحراك السودان وثورته ليس فقط في رحيل البشير وطي أحلامه في العودة في ولاية جديدة، بل وفي تغيير العصابة الفاسدة والفاشلة أيضا. نثق بالجزائر وبالسودان، نثق بقدرتهما على الاستفادة من إخفاقات بعض ثورات الربيع العربي أمام الثورات المضادة وداعميها، حتى يكون ربيعا جزائريا وسودانيا بلا إخفاقات وبلا ثورات مضادة. مع أن وجود ثورات مضادة لا ينتقص من الثورات ولا يقلل من أثرها وفاعليتها، فهي إخفاقات مؤقتة وتلك ثورات مضادة بانتصار زائف لا تلبث أن تسقطها نضالات الشعوب المتراكمة والممتدة. هذا ما تقوله سنن التغيير ويؤكده تاريخ وتجارب الثورات والشعوب. هو درب طويل وشاق، لكن لا محيص أمام شعوبنا المهضومة والمحرومة إلا أن تمضي فيه وتجوب كل دروبه الشاقة والوعرة. أيها الأعزاء، إن أحلامنا المشتركة وتحدياتنا المشتركة وأحوالنا المتشابهة والمخاطر الواحدة التي تحيق بنا وخصومنا المتشابهين الذين وحدوا إمكاناتهم وطاقاتهم في مواجهة أحلامنا حتى بدوا وكأنهم خصم واحد يرمينا من قوس واحدة، كل ذلك يفرض علينا التوحيد الجهود وتكاملها وحشد الطاقات لإقامة دولة المواطنين التي تستحقها شعوبنا على أنقاض دولة الرعاية، ثم المضي لاحقا في حشد الطاقات على المستوى الرسمي بين دول عربية حرة وفق مستوى مناسب من الاتحاد والتعاون والتنسيق. ستنجزه بالتأكيد دولنا الحرة والمستقلة كتحصيل حاصل ونتيجة طبيعية نستطيع أن نتوقعها ونبشر بها من الآن. يرونه بعيدا ونراه قريبا.